حضروا بحساب اطوار هذه المحاكمه هذه، وداروا لهم قاعه اخرى باش يمشيوا، وداروا لهم فيها النقل المباشر ديال النطق بالحكم. الملف كان بدا اليوم ايضا الصباح، اليوم الجلسه الاخيره بدات الصباح تقريبا حوالي الساعه 9 و45 دقيقه. من بعد ذلك كانوا نزلوا سعد المجلد، نزلوه لتحت باش يبقى تحت الحراسه الامنيه الى غايه النطق بالحكم. الان اخواني اخواتي هنا بفرنسا الساعه تقريبا 6:15، كما قلنا لكم بان تقريبا مع ذلك جوال 5:30 ديال العشيه تقريبا دخلت الرئيسه ديال الجلسه، وكان لهم ثلاث قضاة وايضا 6 محلفين دخلوا للقاعه، تكلموا على الحكم كامل، تكلموا على الملف كامل من اوله الى اخره. وأكدت الرئيسة بأن القضاء الفرنسي اقتنع بأنه سعد مجرد التهم هي ثابتة في حقه، وعليها حكموا عليه ب6 سنوات سجن. فكما ستشوفوا تعزيزات أمنية هنا بالمحكمة، كما ستشوفوا تعزيزات أمنية هنا في المحكمة. إذا المقربين بسعد، إذا كما نحاول ناخذ أيضا إخواني أخواتي متابعي قناة شوف تي في بعض التصريحات ديال بعض مجرد. إذا ناخذ واحد التصريح، تابعتي معنا أطوال جلسة من القاعة، من داخل القاعة شفنا واحد الحصرة كبيرة عليك، يمكن من إلى عينيك. إحنا شوية اليوم وني تخي تخي بليسي في هذه اللحظة هذه، باش شفنا واحد اللقطة اللي ما شافتهاش كل العالم كامل مشافها، هي حكموا عليا بواحد الحكم خاطئ، باسكو الحكم اللي نورمالمون ديال 6 سنين الوغ كو افيك بوكو ديليمون، كاين بزاف ديال الدلائل اللي بينوهم وقالوهم، هذه عقوبة داروها عليه ستابيل فرنساوية ميتيليا اكزومبلير، سافو دير c'est un jugement exemplaire à 6 ans ou ce qui est actuellement à taux 6 واحد اللقطه بين الزوجه ديالو ولا لا فام ديالو ريتا تاست بحال هكا، الكلمه دابا تشوفني بحال هكا انا ستريسي وانت ترى ستريسي بحالي بحالك، راسي تسمى مغربي وحنا مغاربه وفي قضيه ما كاينش دلائل كما قالت له جوج، ما لقاو حتى شي حاجه حتى شي دليل صحيح باش يصيفطوه ب6 سنين. واللي اللي تغربت فيه بزاف هو لقيت واحد الشابه مغربيه اللي كانت مع مشات مع لا بارتي ديال لي لورا بريول وساندات العائله ديال لورا بريول مغربيه ديالنا وساندات لورا بريول بور لو فيول. انا بور لو فيول Je suis tout à fait d'accord pour le viol. Si quelqu'un est bien en viol, je peux mettre à sa place. Tu connais chez Mra, ou tu connais chez Bnia, ou Dria. Elle subit le viol, tout simplement, elle a le cadre, elle a le droit d'elle. Mais quand on a vu ce que nous avons vu, que nous avons vu, 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 لازم محامي ديالو هو قدامنا. البارح دار واحد لا بيدواري انكرويابل ولكن ما كاينش شي دليل صحيح، دونك درنا دار ابيل دونك 10 جوغ، دونك كاين واحد لابيل يدار يعاود يدير جوجمون، ولكن دابا حكمت عليه القضاء الفرنسي. راهو المحامي ديالو راهو تقريبا راهو في الباب، راهو دايز مشى القضاء ديالو حكموا عليه ب6 سنين بالمونطات ديبو ايميديا، هي هزوه ديريكتومون ومشي قدام ديال واحد اللقطه اللي طاح فيها كلشي بالبكا، هو ساعد خرج دار لهم نوتي بحال هكا شي يقول لهم من بعد هاد اللقطه هادي مسكين 6 سنين و7 سنين هي في قلبه هزه معاه، قال القضاء كلشي اللي دار. انت مقرب ليا كنت تتواصل معاه دائما، تتقرب ليه متواصل معاه دائما، قهوات لا ما كانش يتوقع ما داير والو، الدليل ما كاينش ادله صحاح تنقول لك، ما كانت نفس الجيل والو تنقول لك، هو شفتي انتيا وشافوا كاع المغاربه اغاني جداد وكان عنده محور زوين حيويه وشتي براسك في لبنان، مشى للسعوديه مشى غنى
مغني كبير، عطى الاسم المغربي، عطى شحال من الفنانه، عطاهم اون شانس ورخصه باش يوليو هز بالترابو ديال المغرب، ومازال تيهز فيه، ولكن القضاء الفرنسي بغى يعطيه عقوبه مثاليه وعطاها ليه. هاد المقربين ديالو بغيتي تهضر؟ ما كرهناش، شوف ما كانش شي واحد عطانا شي كلمه. اذا كما تشوفوا معنا اخواني اخواتي متتبعي قناه شوف تي في، احنا متواجدين مباشره من محكمه الجنايات بالعاصمه الفرنسيه باريس، كما تشوفوا معنا بانه 6 سنوات سجنا نافذا للفنان المغربي سعد المجرد، مع قضاء الليله اليوم يمشي يديه للسجن. اذا كما تشوفوا الاجواء هنا اخواني اخواتي متتبعي قناه شوف تي في، كما تشوفوا معنا الاجواء بانه صراحه الاجواء حزينه عند خصوصا المتتبعين والمحبين ديال الفنان المغربي سعد مجرد، كما تشوفوا معنا اخواني اخواتي متتبعي قناه شوف تي في. نحن معكم مباشره من هنا من محكمه الجنايات بالعاصمه الفرنسيه باريس. نبغى نشوف.